وضحت بكتير شغلات مشاننا ومشان سعادتنا. إذا هلأ خالفت كلامها ورحت دور على مايانك وقتها أكيد. قليلي شو أعمل؟ أنا قطعت لحالي وعد إنه ممكن أقطع عن حالي النفس، بس ما رح بطل إكرهك بنوب. بس هلأ أنا بوعدك إني مستعد أقطع نفسي، بس ثقتي فيكي ما رح تتغير أبداً، مستحيل تتغير. ما حدا بالدنيا إله فضل علي، بس أنتي معروفك معي كبير وكتير كمان. أنا ممنون إليك يا إشكي، شكراً. بترجاكي رجعي، بترجاكي، أنا بحاجتك كتير. بعتوا لي الصورة اللي عملتها. إذا أهان غير رأيه ورفض هذا الزواج مني، وين رح تروحي بهالحالة هي؟ شو ما صار، أنتي لازم تتزوجي أهان فوراً وبأسرع وقت ممكن. لساته تليفوني مغلق. طيب شكرا. هالواطي ميام وكمان طلع من المنتجع. اللي انت شو رايك؟ شو نعمل؟ منخليه يهرب؟ منوقف نتفرج؟ انا اذا بمسكه صدقني. استنى، كل شيء بوقته حلو. حتى لو قدر يهرب هلا، بس اخي ما رح يرحمه. اخي مثل مو بالصداقه وفي، كمان اللي بيغدر فيه ما بيرحمه ابدا. شو يلي عم يصير بين أهان وإشكي؟ معقول يحبوا بعض؟ أنا ما رح أسمح لتسرق ابني مني أبداً. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.